قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان، أي سفيان ابن عيينة، وصف هؤلاء الذين يسترقون السمع بهذا الوصف، وصفه سفيان بكفه فحرفها يعني أمالها، وبدد بين أصابعه يعني جعل بين أصابعه فجوة، وذلك دليل على أن بعضهم فوق بعض. وهذا يدل على كثرة الجن، وذلك لأن كلمة بدد بين أصابعه تدل على الكثرة، فبعضهم فوق بعض، وهذا يدل على كثرتهم، وذلك لأن المسافة بين الأرض والسماء الدنيا مسافة طويلة.